هل تطلق المرأة من الزوج إذا أتاها في دبرها عندما تكون حائض، وهل تخبر أهلها بذلك؟ هذه معصية ولوطية حرام، وملعون من فعل ذلك، لكن لا تطلق زوجته، لا تطلق زوجته، لكن يمنع عن ذلك ويؤدب، وإذا استمر على هذا العمل فإنها تطالب بالفراق عند القاضي، تطالب بالفراق عند القاضي. نعم.